بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي، الحمد لله العلي عن شبه المخلوقين، الغالب لمقال الواصفين، الظاهر بعجائب تدبيره للناظرين، الباطن بجلال عزته عن فكر المتوهمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أدى ما حُمِّل وبلغ بما أرسل. اللهم صل عليه صلاةً تدفع بها عنا البلاء، وتجلب لنا النعمة والرخاء. وصل اللهم على وصيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وصل على بضعته الطاهرة فاطمة الزهراء، وصل على صبطيه الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين وسادة المؤمنين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي. اللهم وصل على كهف الورى والعروة الوثقى، سفينة النجاة وعين الحياة، نور الأبصار وذخيرة الأطهار وسر الأسرار ومبير الفجار، المهدي المنتظر، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. أيها الأخوة والأخوات، أيها الأخوة والأخوات، نوجز لكم مواقف المرجعية الدينية من قضايا الساعة في البلد كما ورد من مكتب سماحة السيد دام ظله في النجف الأشرف. أولاً، إن المرجعية الدينية تؤكد موقفها المبدئي من ضرورة احترام سيادة العراق واستقلال قراره السياسي ووحدته أرضاً وشعباً، ورفضها القاطع لما يمس هذه الثوابت الوطنية من أي طرف كان وتحت أي ذريعة، وللمواطنين كامل الحرية في التعبير بالطرق السلمية عن توجهاتهم بهذا الشأن، والمطالبة بما يجدونه ضرورياً لصيانة السيادة الوطنية بعيداً عن الإملاءات الخارجية. ثانياً، تؤكد المرجعية الدينية أيضاً على ضرورة تنفيذ الإصلاحات الحقيقية التي طالما طالب بها الشعب وقدم في سبيل تحقيقها الكثير من التضحيات، وترى أن المماطلة والتسويف في هذا الأمر
لن يؤدي إلا إلى مزيد من معاناة المواطنين وإطالة أمد عدم الاستقرار الأمني والسياسي في البلد. ثالثاً، إن تشكيل الحكومة الجديدة قد تأخر طويلة عن المدة المحددة لها دستورياً، فمن الضروري أن يتعاون مختلف الأطراف المعنية لإنهاء هذا الملف وفق الأسس التي أشير إليها من قبل، فإنه خطوة مهمة في طريق حل الأزمة الراهنة. إن المرجعية الدينية تدعو مرة أخرى جميع الفرقاء العراقيين إلى أن يعوا حجم المخاطر التي تحيط بوطنهم في هذه المرحلة العصيبة، وأن يجمعوا أمرهم على موقف موحد من القضايا الرئيسة والتحديات المصيرية التي يواجهها، مراعين في ذلك المصلحة العليا للشعب العراقي حاضراً ومستقبلاً. نسأل الله سبحانه وتعالى وهو ولي التوفيق أن يرينا في هذا البلد كل خير، وأن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا معافاة هذا البلد عاجلاً بمحمد وآله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.